السلام عليكم ورحمة الله. من نعم الله إنك تكون مؤمن. عارف لما تكون مؤمن معناها إيه؟ معناها إنك بقيت في معية الله. عارف إنك لما تكون في معية الله يبقى معناها إيه؟ معناها إن ربنا سبحانه وتعالى حيكافئك لو سكت، حيكافئك لو اتكلمت، حيكافئك لو جلست، حيكافئك لو خرجت، حيكافئك لو دخلت. ليه؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى جل وعلا بيكافئ عبد المؤمن، بيكافئ عبد المؤمن لأن المؤمن في معية ربنا سبحانه وتعالى، خلاص بقى تبع ربنا. لما يبقى العبد تبع ربنا أي حركة بيعملها وأي سكنة بيعملها ربنا بيكافئ عليها، لأنه سكوته هيكون خير، سكوت عن شر طبعا، وكلامه هيكون خير لأنه كلام بالخير طبعا، وتسبيح وخروجه ودخوله وفعله وامتناعه عن أي فعل كله هيكون في سبيل الله، كله هيكون في سبيل الله سبحانه وتعالى. الآية بتقول إيه؟ قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، صدق الله العظيم. وعلشان كده المؤمن عشان هو في معية الله كل أحواله خير. إحنا الدين الوحيد اللي دخلك الجنة لو سكت. يقولك من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليأكل خيرا أو إيه؟ أو ليصمت. إحنا الدين الوحيد اللي دخلك الجنة بملامح وشك، ملامح الوجه. فين النبي عليه الصلاة والسلام يقولك تبسمك في وجه أخيك صدقة، وبيقول لا يحقرن أحدكم من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. يعني ملامح وشك تدخلك الجنة، نيتك تدخلك الجنة، ابتسامتك تدخلك الجنة، سكوتك يدخلك الجنة. واسمع الحديث ده علشان تسعد معي بمنح الله علي وعليك. عن أبي يحيى صهيب بن سنان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث يعلمك إزاي تستثمر البلاء، يعلمك إزاي تحول المحنة إلى منحة، يعلمك إزاي تحول المرض إلى وسيلة تطهر، يعلمك إزاي تحول احتياجك أو فقرك أو ألمك أو مشاكلك إلى وسيلة تقرب إلى الله عز وجل. كل الأمور إلى الله وافزع إلى ربك سبحانه وتعالى، واجعل من قلبك ساحة للذكر والتسبيح، نامت أعين وسهرت عيون في أمور تكون أو لا تكون، فاطرح الهم عن النفس دائما حملان الهموم جنون، إن ربا كفاك بالأمس ما قد كان سيكفيك في غد ما قد يكون. هذا هو الدين، فوض الأمور إلى الله واجعل قلبك ساحة للذكر والتسبيح والتفويض. علشان كده قال: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. شوف بعد يقول إيه؟ وبشر. بشر إيه؟ ده أنا عندي نقص في الأموال والأنفس والثمرات وإلخ إلخ. يقول بعدها بشر. أيوة. ليه؟ لأنه لو يعلم الصابرون ما أعده الله لهم من الأجر لبشرهم الناس عليه وهنأهم الناس به. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً.